بجدد لكم تحية صباحية مشاهدينا. وبفقرتنا الحوارية الأولى اليوم نتحدث عن موهبة شبابية هي مثل كثير من المواهب الشباب اليوم اللي أثبتوا فعلا جدارتهم بإبداعات ومواهب مختلفة برغم كل الظروف اللي مرق فيها اليوم الشباب السوري، لكن هو ما زال عنده قدرة على الإبداع والابتكار بكثير من مجالات الحياة. اليوم راح تكون معنا عفاف مطرجي وهي عندها موهبة وأيضا إبداعات وابتكارات بمجال الأعمال اليدوية الهاند ميد. بدنا نتعرف على أكيد موهبتها وتفاصيل وهي معنا موجودة بالاستديو. لك يسعد صباحك عفاف وأهلا وسهلا فيك لليوم. يسعد صباحك هلا، صباح النور. يسعد صباحك عفاف. يا صباح النور، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. أهلا وسهلا فيك، نورتينا. عفاف دائما يعني بنحب نبلش إنه بالبداية إنه عفاف ربما كانت من الصغر كان لها هيك موهبة حدا اكتشفها أو كان عندها شغف بالرسم، وربما يكون لا إنه حدا كبير بالعائلة هو اللي شجعها أو خلاها مثلا يعني تتجه هذا الاتجاه. اليوم عفاف مطرجي كيف بلشت؟ هلا أنا بداية إنه من الصغر ببين طفل شو ميوله، ميوله رسم، عزف، غناء. هلا أنا من وقت ما كنت صغيرة دائما كنت أحب الرسم، وكان دائما إنه حصص الرسم مميز عندي، يعني أنا أنطر حصة الرسم لحتى إنه أرسم، وبحب كتير الأعمال اليدوية. وقت كنت صغيرة ويعملوا معارض بالمدارس كنت دائما شارك، وحتى عندي أعمال يدوية بالمدارس. هلا بتحبي الرسم ولا أنسة الرسم؟ يعني كمان الطفل أحيانا يعني بحب المعلمة بعدين بحب المادة. صح، إنه كان الأنسات كمان لطيفين وأنا كنت أحب المادة وأحب الأنسة، يعني إنه شفتي شلون كشفتك. تمام. اكيد عفاف هيدا الشيء كثير حلو، يعني بيخليك يكون عندك اكثر انك تتشجعي وتحفيز على انه توسعي بهيدا المجال، يعني لحد ما وصلتي للاعمال اليدويه واشتغلتي فيها. خبرينا اكثر تفاصيل عن شغلك وشو بتشتغلي بالضبط، يعني شو هي الاشياء اللي ممكن انه تشد انتباهك وتحبي انك تعمليها؟ هلا بدايه انا كنت متسجله بمنارة صليبة تابعه للامانه السوريه للتنميه، كنت اخذ هناك حصص رسم، ومن ضمن حصص الرسم كان عملوا فعاليه رسم على الحجر، كان انه المشاركه فيها اختياريه، فانا حبيت كمان انه شارك. بدات بالرسم على الحجر. اعطونا قطع حجر وطلبوا منا نرسم رسمه، فانا رسمت رسمه ونقلتها من الموبايل ورسمتها، فطلعت نفس الصوره تماما، وكثير كثير الانسه كثير شكرت مني وانبسطت بهيدا العمل. فأنا نزلت عندي على النت وشافت رفيقتي قالت لي إنك طلع كتير حلوة وبدي أنا بدي منك تعملي لي رسمة ومع قطعة خشب برتقالية بتقدري تعملي لي؟ قلت لها طبعا بعملها. فبلشت أول شي بالحجر والخشب وسويت لها إياها وكتير عجبتها، يعني طلعت مثل ما هي بدها إياها. ما في صعوبة عفاف لو قاطعتك، ما في صعوبة شوي بالرسم على الحجر كونه مثلا هيك بيضوي الملمس الألوان كيف تتفاعل مع الحجر؟ هلا أنا بنقي شكل الحجر اللي بدي إياه، يعني أنا قبل ما بلش بنقي شكل الحجر مثلا يكون ملس من قدام أو إني صح، لأنه يعني في تفاصيل دقيقة لازم تنتبهي عليها. لكن في أحجار ما بتزبط عليها دائما كل الرسمة، فمن بعدها بلشت وحبيت أن هي الفكرة وأهلي شجعوني. فبلشت بقى اشتغل تفاصيل اكثر رسم، صرت ادور على جوازات المتة، تطريز، صنع اكسسوار، يعني نوعت، دخلت من المجال الاحجار والخشب، صرت تنتقلي مجال مجال، انتقل كل شهر نوع. وهلا اخر قطعه هي رسم على النفاضات اللي كان موجوده عندي. اكيد هلا نحن رح نشوف يعني شغلك عفاف، لكن خلينا اكثر كمان نعرف انه كيف طورتي شغلك، يعني من وين كنتي تجيبي دائما شيء الجديد المبتكر؟ كنتي تسالي تبحثي ولا كمان مثلا ممكن يكون عن طريق النت ساعدك هذا الموضوع، او انت كنتي يعني من ذاتك تبتكري؟ هلا انا كنت دائما انه من ذاتي انه انا ادور مثلا قطع الاحجار مثل ما قلت لك، يعني انا نقي الاحجار اللي بتناسبني، قطع الخشب كان مثلا يروح معي والدي نقي قطع الخشب الاحجار اللي بدنا اياها واللي بتساعدني بالرسم. وانا كنت دائما ما تسالي ما انه تاخذي كمان الاراء يعني مثلا بشغلك الانتقادات، يعني خبرينا عن هذا الموضوع كيف استفدتي منه؟ هلا طبعا انا كنت دائما ادور، هلا هو دائما اعمال يدويه معروفين مثلا الازاز او البورسلان الابيض وبيرسموا عليهم بالاسود. انا لا، انا بحب الالوان، يعني بحب ادور على اي شيء بيمتص الالوان، مثلا فخار، خشب، حجر، يعني اي شيء انه هو بيتقبل فكره الالوان فانا بلشت اشتغل فيه. طيب بتشتغلي طلبات يعني خاصة مثلا إذا كل حدا قال لك إنه بدي هيك، في عندي مناسبة، في عندي شغلة معينة، في عندي هدية كدو، بتشتغلي حسب الزبون شو بده ولا لا ممكن يقول لك خلاص أنت على ذوقك؟ هلا في هيك وفي هيك، هلا في بيطلبوا مني طلبات وبيركزوا على التفاصيل، مثلا بدي تاريخ كذا، الرسمه طبعاً كذا، بدي اسم كذا، بدي حتى مثلا بدي ارسم شخصيه لون الشعر كذا. وفي زباين مثلا ما
ما عندهم فكره، بيقولوا لي خلص على ذوقك نحن بنعتمد عليكي. وفي عندي مثلا زباين دائمين، كل مناسبه او شو ما عندهم بيقولوا لي مثلا عفاف جهزي حالك، انا عندي شغله بدي تعملي لي شغله على ذوقك. فهي دائما الشغله اليدويه والهديه اليدويه تكون خاصه بالشخص، يعني مثلا الرسم حسب طلبه، صح. تاريخ عيد ميلاد، غير وقت بتصير تكون مميزه اكثر، لكن صح، غير شغلات مميزة. السوق يعني صح. تمام. يعني نحن عم نشوف اشكال مختلفه، يمكن هون معنا اشياء كثير حلوه، يعني مثل هلا هيدا الشيء اللي كثير حلو، يعني هلا مثل ما عم نشوف كمان اللي على الشاشه معنا بعض الصور، يعني نحكي عنهم، يعني كثير في تفاصيل حلوه واشياء حلوه، خبرينا عنهم عفاف. هلا مثل ما قلت لك، هلا احلى شيء هو قطع الخشب، لانه هو بيبرز جمال الرسم والالوان، واكثر شيء بتساعدني. هلا مثلا مثل هي اللي حملتيها بايدك، هي في نعملها قلاده، واللي جنبها في نعملها برتقالي المفاتيح. وانا صرت جمع الخشب وعملتهم مثل روزنامه موجوده هون عندي، قطعتين انا وصلتهم ببعض، برسم من فوق الشخصيه اللي بدي اياها، ومن تحت تاريخ العيد ميلاد او عيد زواج او اي مناسبه بتمر بشوفهم بالشاشه. هلا وقد ايه بياخذ منك وقت القطعه، يعني ولا حسب مثلا كبره وصغره، وحسب المناسبه واهميتها كمان، حسب التفاصيل الدقيقه يلي بيطلبوها منك، حسب القطعه وحسب الرسمه وقديش بدها. هي تقريبا بدي انه مثلا 3 ايام لحتى انا اعمل التفاصيل، وحتى ينشفوا الالوان كمان، عندي اعمل اول طبقه خلفيه حتى ينشفوا، بعدين حتى بتاسسي، لكن بيتم تاسيس تمام. حتى بما ينشفوا هيك بدها يعني تقريبا 3 ايام حتى تكون جاهزه. مثل الصوره اللي هيك عم نشوفها نادين كوجه القمر، حلو هي اللي على المنفضه مثل ما ذكرت، يعني الرسم، يعني عم نشوف فعلا هي اشكال مختلفه، ويمكن مثل ما عم تذكري حضرتك انه بناء على طلب اللي بيطلبوه منك الرسم. هلا هون عم نشوف هاي البرتكلات او يمكن قلادات، يمكن نقدر نلبسها، كتير حلو، يعني فعلا هي اشياء مميزه. في فئه عمريه محدده بتطلب منك هاي القصص؟ يعني هلا انا بحس ما بعرف، يمكن طلاب الجامعات والمدارس اكثر، هلا هيك هذا اهتمامهم، المدارس والجامعات اكثر شيء، بس كمان عندي كبار بياخذوا، في كمان بيحبوا، مثلا في عالم كثير هلا بتحب المشغولات اليدويه، هلا هي الصراحه دارجه اكثر شيء اكثر من هدايا العاديه، هي بتكون يمكن يعني قريبه للقلب اكثر. في اشخاص كبار بياخذون ديكور للبيت، طبعا حلو، يعني مثلا نفاضات، مثلا جوازات المتة بيحطون ديكور البيت حتى لو ما انه هديه. طيب مشاركاتك عفاف، خبرينا اكثر، اكيد هذا الشغل اللي كثير حلو وكثير يعني عامله اعمال يدويه كثيره بصراحه باشكال مختلفه، سواء نفاضات، سواء بورتوكلي، سواء كثير امور حسب التطريز كمان، والتطريز كمان اكيد كان لك مشاركات، لازم يكون لك وجود يعني، لكن او بصمه، خلينا لكن نقول، بملتقيات، بمهرجانات، احكي لنا اكثر. هلا بدايتي شاركت ب 2018 معرض الباسل، رسمت لوحتين، وهيداك الشهر من 1 ل 8 تشرين كان في ملتقى شقائق النعمان بمناسبه حرب تشرين، كان بمركز بيكاسو للفنون التشكيليه باللاذقيه تحت اشراف مديريه اللاذقيه. كمان رسمت لوحتين، كانت لوحه عن حرب تشرين ولوحه اختياريه، وامبارح تم التكريم قبل مدير الثقافه تحت اشراف كمان الفنان اسماعيل توتنجي، استلمت شهاده من المدير موقعة من محافظه اللاذقيه. حلو، اكيد بنقول لك مبروك التكريم عفاف، يعني وهذا الشيء رح يكون اكيد مشجع وحافز لك اكثر انك توسعي بعملك وبشغلك. قد ايه يعني فادتك مشاركتك وتجربتك بالمعارض وايضا التكريمات كمان، قد ايه عم تعطيكي دعم؟ هلا ما فيني اوصف لك قديش امبارح كان الجو حلو والتكريم، يعني انا كثير انبسطت فيه، خصوصا انه وقت بيسالوك عن مشاركتك وتتكرمي، كان هنيك رفقاتنا واهالينا، فيعني هذا الشيء انه كثير بشجعني وبحمسني، يعني انا وقت شاركت اول مره بالمعرض تحمست، ومن بعد انا بلشت اشتغل بالاعمال اليدويه، وصرت ادور مثلا اي شيء معرض انا بقدر اشارك فيه شارك، لحد ما شاركت امبارح واستلمت الشهاده، وطبعا يعني هيدا انه انجاز لإلي، وانا دائما هيدا حافز لحتى دائما شارك. يمكن بحملك مسؤوليه اكبر، صح. يعني انه اليوم تم تكريمي، فانا لازم اقدم الافضل ثم الافضل، صح. ثم الافضل، انا هلا عم بسعى كمان اني اقدر احسن رسماتي، واستني كل ملتقى او كل معرض اني اعمل لوحات احلى واجمل. بالمناسبات، يعني هلا مثل مثلا الكريسماس، ممكن مناسبات ثانيه بتعملي اشياء زينه وهي القصص كمان بالاعمال اليدويه، يعني بينطلب منك كمان هيك اشياء؟ هلا انا من ضمن اعمالي بنطلب مني اشكال زينه، تمام. هلا مثلا مثل هون شكل التطريز، هلا بالكريسماس مثلا بيطلبوا شجره ميلاد مثلا ترزيلي علي، انا برسم الرسمه ومن بعد ببلش طرز. كمان نفس الشيء قطع الخشب، مثلا ارسمي لي علي مثلا شجره، هديه، اي شيء حسب المناسبه اللي بتمر، عرفتيني انا بالقطعه والقطعه ذات الرسمه، فبعملها انه شيء بخص المناسبه، وبيقدروا هن يهدوها او يحطوها بالمنزل. طيب ممكن عفاف اليوم او باي يوم مثلا انه تتعرض للنقد
من قبل حدا هيك مختص بالأعمال اليدوية بتتقبلي وهل تعرضتي ولا لا؟ هلا أنا إيه بتقبل، وأنا ما وصلت لهي المرحلة فورا، يعني أنا بلشت 2018 إلي سنتين بهيدا العمل. ما فيني أقول لك أول رسمة مثل هلا طبعا لا طبعا، يعني أنا بلشت إنه خطوة خطوة. يعني أول رسمة إنه طلعت نفس الصورة بس إنه يعني في رتوشات صغيرة، أنا صرت أعدل علي وأنا بتقبل النقد. أوقات مثلا بستشير مثلا أهلي رفقاتي شو رأيكم بالقطعة مثلا قبل ما أنا مثلا أعطيها للشخص، إنه شو رأيكم كيف تعمل؟ بدها تعديل ما بدها تعديل ظابطة الألوان كذا، إنه أنا يعني حتى إنه المسافات ربما صح صح، إنه أنا بتقبل النقد عادي يعني ما عندي مشكلة. هلا هيك طبعا اعمال هي اكيد بحاجه ل خلينا نقول مورد مالي، يعني مكلفه، بنعرف هلا نحن دائما المواد الاوليه صح. مكلفه، فاكيد بتحتاجي لهذا الموضوع لدعم مادي خلينا نقول، فانت بتستخدمي هذا الموضوع او بتحاولي انك تساهمي اكثر بعمليه التسويق، يعني مشان انه يكون في لك مردود مادي على الاقل، وانه هو دخل لك يعني مهنه وموهبه بنفس الوقت. خبرينا عن هذا الموضوع، كيف يعني بتحاولي انه تسعي لعمليه التسويق اكثر، تسويق منتجاتك ويكون في لك مورد مادي؟ هلا مثل ما قلت لك انا بلشت خطوه خطوه، يعني انا مثلا اشتغلت جمعت وبعدين صرت بلش انا ادور القطع الجديده. هلا وقت بلشت اول شيء الاحجار ما كانوا كثير مكلفين، بعدين صرت جيب المواد الثانيه، صرت جيب تطريز او تطريز يعني هلا انا من صرت جيب مثلا القطع وسوقها مثلا على النت. هلا هو اسرع شيء بيساعدك تمام، يعني اليوم التسويق معناها الالكتروني عفاف قديش ساعدك كثير بعمليه البيع او الطلبات خلينا نقول الخارجيه، لانه هلا خصوصا انه نحن عم نعيش اليوم ظروف صعبه على الكل، صح شو ما كانت المهنه شو ما كان الدخل الفردي، ولكن اليوم يعني خصوصا انه انت طالبه جامعه حابه تعتمدي على حالك، حابه يكون لك مصروف يعني خاص فيكي، ربما يمكن تقدمي كمان يعني مساعدات لأهلك أو شيء أو إخواتك أو شيء، فقديش هذا عن جد يعني بحقق لك نوع من الاستقلالية المادية؟ تمام، خصوصا أنا بلشت كان عمري 19، يعني أنا بحب حلو بحب أنه أتحمل مسؤولية، مثلا أقدر أنا أطلع مصروفي مشغولاتي اليدوية، وحتى دائما أنه المصاري اللي بتجيبيها من شغلك او من تعبك غير اللي بيعطوك اياها اهلك، بتحسي فيها لذيذ انه انت اشتغلتي هالقصص. الاستقلال المادي كثير مهم للصبيه، يعني لكن صح هو لازم، هو الشغل كثير مهم للصبيه، هي تقدر ذاتها يعني تثقل شخصيتها اكثر كمان صح. أكيد هذا الشيء بيعطيكي دعم أكثر وتحفيز على أنك فعلا تطوري ذاتك وتطوري مستقبلك باعتمادك على أكيد نفسك. خبرينا عفاف لوين حابة توصلي، شو حلمك؟ هلا انا بحب يكون عندي معرض او محل خاص فيني ان شاء الله اقدر انا اعرض فيه اعمالي، وبحب دائما اني اشارك بمعارض كثير، ويني انه يطلع اسمي اكثر ويكون عندي بصمه بعالم الفن. طبعا كمان بحب وقت اتخرج، هلا انا بدرس رياض اطفال، لما اتخرج واعطي الاولاد بحب مثلا كل طفل عنده موهبه او بحب الرسم انا اساعده لحتى انمي له اياها. حلو، اساعد انه يطلع جيل يكون بحب الفن. حلو كثير. هي سؤالي الاخير لك عفاف اليوم، انه ربط دراستك بهي الموهبه، انه يعني كيف رح تستثمريها بقادم الايام؟ يعني اليوم التعامل مع الطفل صعب، يعني سهل الممتنع خلينا نقول صح. بس نحن عم نلاقي مواهب كثير حلوه عند اطفالنا، فبالفعل قديش لازم يعني هذا حبك وشغفك لهي المهنه قديش ممكن انت تنقليها للاجيال القادمه؟ صح، اللي هو دائما بتلاقي في اطفال عندهم مواهب بس ما بتكون كثير مبينه، ففي انسات ما كثير بيهتموا، مثلا طفل بيحب الرسم صح. انا لا، انا مثلا اذا او بيقولوا له نرسم مثل ما بدك حتى حسس الرسم انه رسم شو ما بدك لا صح. فانا اذا شفت الطفل مايل للرسم او بيحب، خصوصا هي مشغولات يدويه كثير بتلفت نظر الطفل صح. وبتساعده دائما برياض الاطفال، اهم شيء اعمال يدويه انت عاملين لهم الاحرف مثلا انه تساعديهم، فانا اذا شفت اي طفل بيحب هو الرسم انا ساعده وبني بلش معه انه من الصفر وهون يرسم كذا وهيك، يعني ما اهمله انا حتى يكون بس يكبر يطلع فنان. تمام، اكيد نحن بنتمنى لك التوفيق وتحققي حلمك، سواء كان بتربيه الاجيال بموضوع الفن وتساعديهم اكيد لوصولهم لصقل ايضا مواهبهم، وبتحققي حلمك بانه يكون عندك معرض خاص لك ويكون اسم كثير كبير بهذا الموضوع، يعني والشيء كثير حلو من طبعا انواع الفن. اكيد متشكرك، متشكر حضورك معنا لليوم عفاف مطرجي، كنت معنا واكيد بتمنى لك التوفيق. شكرا لكم يا هلا، شكرا شكرا كثير لك عفاف، وان شاء الله يا رب بقادم الايام نشوف اسم هيك لامع سواء على المحل على المستوى المحلي او العربي او العالمي. شكرا كثير لك. شكرا لك زينة، شكرا لكم، شكرا لك.